بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة الحد السابع من الخمسين المقدسة، والكنيسة بتحتفل بعيد العنصرة، عيد حلول الروح القدس وعيد تأسيس الكنيسة على الأرض. وعلشان خاطر بنتمتع النهاردة ببركة حلول الروح القدس، نكمل موضوعنا عن ماذا قال أباء الكنيسة عن الروح القدس. وكنا اتكلمنا في الحد الثالث في حد السامرية على بعض أقوال الأباء عن الروح القدس، وهنتكلم النهاردة عن بعض الأقوال الأخرى، وبالذات في موضوع علاقة الروح القدس بالأقنوم الأول والثاني، وموضوع الانبثاق وموضوع الإرسالية. قديس أثناسيوس الرسولي زي ما أكد على موضوع لاهوت الابن وأن الابن مساوي للآب في الجوهر، أكد أيضا بوضوح أن الروح القدس مساوي مع الآب في الجوهر. فإحنا بنؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، إله واحد أمين. فالقديس أثناسيوس بيقول الروح القدس مساوي مع الابن في الجوهر، والابن مساوي مع الآب في الجوهر، إذن الروح القدس مساوي للآب في الجوهر. وبيقول القديس أثناسيوس أنه يوجد ثالوث مقدس وكامل ومعترف به، الله الآب والله الابن والله الروح القدس، وهو متماثل غير قابل للتجزئة بطبيعته، ونشاطه واحد. الآب يعمل كل شيء بالابن في الروح القدس. شوف التعبير عن ربط في الثالوث ببعضها، الآب يعمل كل شيء بالابن في الروح القدس. وهكذا ينادي بإله واحد في الكنيسة الذي على الكل كلي الأصل، وبالكل كلي السبب، وفي الكل كلي التنفيذ. وهنا بنتكلم عن الكل المطلق، والقديس أثناسيوس يشرح موضوع الكل المطلق ويقول أي الله ذاته الكلية المطلقة كأب بداية وينبوع، وبالكل بالابن، وفي الكل في الروح القدس. وعن علاقة الروح القدس الجوهرية بالآب والابن في الثالوث، بيقول القديس أثناسيوس في رسالة لي كتبها إلى الأسقف سرابيون، بيقول له الثالوث إله واحد وقد أسس الرب الكنيسة عليه. الثالوث كله إله واحد، لا موضع فيه لشيء غريب عن الله. ده في الرسالة الأولى عدد 17. وفي الرسالة الثانية، سوري، الرسالة الثالثة عدد 6، بيقول للأنبا سرابيون هذا هو إيمان الكنيسة الجامعة، لأن الرب أسسها في الثالوث وأصلها فيه، وعندما قال لتلاميذه اذهبوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ويؤكد القديس أثناسيوس عقيدة الكنيسة أن الروح القدس منبثق من الآب ومرسل من الابن، ويقول لكي نعتقد أن هناك قداسة واحدة مستمدة من الآب بالابن في الروح القدس، كما أن الابن مولود وحيد الجنس، هكذا كان الروح القدس واحد وغير متعدد، ليس واحد من كثيرين بل روح وحيد. وكما أن الابن الكلمة وحيد، هكذا ينبغي أن يكون روح الابن القوة المحية وحيدا كاملا تاما، وهو الذي قيل أنه ينبثق من الآب لأنه من الكلمة المعترف أنه من الآب، وهو الذي قيل أنه يشرك ويرسل ويعطى، كما أن الابن أرسل من الآب كذلك الابن يرسل الروح القدس، كما قال المسيح إن ذهبت أرسل لكم الباقراقريت المعزي روح الحق. والفرق بين الإرسالية وما بين الانبثاق فرق جوهري ومهم جداً.
احنا نقول الروح القدس منبثق من الآب، لأن منبثق يعني كائن مع الآب والابن منذ البدء وقبل بدء الخليقة، لأن الروح القدس هو روح الله، فانبثاقه كائن وموجود بوجود الله ذاته. أما الإرسالية فقد تمت في مثل هذا اليوم لما ربنا يسوع المسيح قال: لا أترككم يتامى بل أرسل لكم الروح الحق المعزي. وربنا يسوع المسيح وضح، ودي كان أول آية في إنجيل النهاردة لما بيتكلم على موضوع الإرسالية والانبثاق، فقال: أرسل إليكم الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. هذه عقيدة في الكنيسة، وبعض الناس يعتبروا أن الموضوع ده حاجة بسيطة وسهل، ولكن ده أمر لاهوتي خطير جدا، وده سبب انقسام في الكنيسة في القرن الحداشر ما بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية. فكنيسة القسطنطينية اللي هي تحتيها دلوقتي كل الجريج الأرثوذكس والروس الأرثوذكس، كل اللي بنسموهم إيستر أرثوذكس تشيرشز، كانوا معانا من أول بدء المسيحية الروح القدس منبثق من الأب ومرسل من الإبن. فجت كنيسة روما قالت: لا، الروح القدس منبثق من الأب والإبن، وغيروا في قانون الإيمان. فكنيسة القسطنطينية ما وافقتش كنيسة روما وفضلت معانا في الإيمان. فانقسمت الكنيسة ما بين القسطنطينية وروما، وكان انقسام كبير ده في القرن 11 بالضبط سنة 1054. الانشقاق اللي حصل دوت أكد الوحدة تاني ما بين الإيستر أرثوذكس والأورينتال أرثوذكس، وكنا مختلفين في الوقت ده على موضوع الكريستولوجي، طبيعة سيد المسيح، ولكن عمل فجوة كبيرة جدا ما بين روما وما بين القسطنطينية، وما زالت حتى وقتنا هذا. والفجوة دي ساعدت على أمرين خطيرين جدا: على ظهور الحركة البروتستانتية فيما بعد، واللي في البروتستانت أمنوا بموضوع الانبثاق أخذوه من الكاثوليك ما أخذوهوش من الروم الأرثوذكس. فاللي منهم لسه بيردد قانون الإيمان بيقول الروح القدس منبثق من الآب والابن، ودي تختلف عن رأي الكتاب المقدس نفسه، وهنشوف آراء كثيرة أكدوا على الموضوع ده. الحاجة الثانية ساعدت على الانقسام ده، ساعد على انتشار الإسلام في القسطنطينية وفيما بعد على انتهاء الكنيسة في القسطنطينية، وتغلب الأتراك على المنطقة دي، وما زال لغاية النهاردة بيعانوا الأمرين من التغلغل ومن الصعوبة، سواء كانوا الناس اللي عايشين في القسطنطينية أو في أرمينيا، نتيجة للمد الإسلامي العنيف اللي حصل في المنطقة دي. احنا ما نستهونش لما بنشوف عقائد بتختلف وإيه اللي ممكن الأمور التي تترتب عليها، أمور كثيرة جدا ترتبت على هذا الخلاف. القديس أثناسيوس بيقول: الروح القدس هو الروح الحق، ينبثق من الآب لكنه يأخذ من الابن المالك كل مال الآب، ليبين أن جوهر الأخذ والمأخوذ منه والمنبثق منه اللي هو الروح والابن والآب واحد. شوف التعبير يقول ايه: ان الاب وحده اب لانه مبدا، والابن وحده ابن لانه مولود، والروح القدس وحده روح لان انبثاقه من الاب بمفرده. وياخد مثل القديس اثناسيوس في موضوع الشمس عشان يوضح الامر لينا، يقول: كما ان قرص الشمس هو عله وغير مولود من احد، وأما الشعاع فمعلول ومولود من القرص، والنور منبثق وبارز من القرص وحده، وهو بالشعاع مرسل ومشرق على الأرض. هكذا الله الأب وحده علة الاثنين وغير مولود، وأما الابن فأنه من الآب وحده معلول ومولود، والروح القدس نفسه من الآب وحده معلول ومنبثق، وهو بالابن مرسل إلى العالم. ولو الناس اللي هم اختلفوا رجعوا للآباء زي ما احنا بنرجع لهم دلوقتي، ما كانش حصل الخلاف دوت، لأن كل آباء الكنيسة اتكلموا، والآية واضحة جدا في يوحنا 15:26: الروح القدس الذي أرسله أنا لكم المنبثق من الآب. وارجعوا لنص الآية. قديس كيرلس الكبير
قال 8 عبارات مشهورة جدا. هو اتكلم كتير عن الروح القدس، هاخد منها 8 عبارات صغيرة يورينا فكر الكنيسة الأرثوذكسية عن الروح القدس. يقول نمرة 1: نعترف بثلاثة أقانيم ونؤمن بها، الآب الذي لا ابتداء له، والابن الوحيد، والروح القدس المنبثق من الآب وحده. نمرة 2: أن الروح القدس هو منبثق من الآب حسب قول المخلص، لكنه ليس بغريب عن الابن من حيث وحدة الجوهر. نمرة 3: نؤمن بالروح القدس كما نؤمن بالآب والابن، لأنه مساوي لهما في الجوهر، وهو منبثق من الله الآب. نمرة 4: كما أن الابن من الآب من جهة الولادة، هكذا الروح القدس من الآب من جهة الانبثاق. نمرة 5: الحصول على الآب والابن داخل النفس هو أصل وأساس كل شبع النفس ومجدها، وهذا مخزون للذين يحفظون وصاياه. فمن يرغب الاشتراك في الطبيعة الإلهية وينال اللب آب الكون ساكنا ومقيما في أقداس القلب بابنه في الروح، ينال الآب بابنه في الروح، فليطهر نفسه تطهيرا شاملا، وليغسل وصمة الشر بكل الوسائل التي يستطيعها، وفوق الكل بكل أنواع الصلاح، فبذلك يصير حقا هيكلا لله، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أنتم هيكل الله والروح القدس ساكن فيكم. في نمرة 6 بيقول: حينما يسكن مخلصنا المسيح فينا بالروح القدس، فبالتأكيد سيكون أبيه أيضا هناك، لأن روح المسيح هو روح الأب أيضا، زي ما مكتوب في رومية 8:11 وغلاطية 4:6. هكذا نرى أن نفس الروح هو خاص بالآب وبالابن. نمرة 7: فكلمة الله الوحيد الجنس يمنح القديسين ميلا إلى طبيعته الخاصة وطبيعة الله الآب بإعطائهم الروح، وذلك باتحادهم به بالإيمان والقداسة الكاملة، وهو يغذيهم في التقوى ويعمل فيهم لمعرفة كل فضيلة والأعمال الصالحة. فالآب يغذينا في التقوى بالابن في الروح، فالآب يغذينا في التقوى بالابن في الروح. وآخر عبارة للقديس كيرلس يقول: الله الآب له روحه الذاتي من ذاته وفي ذاته، أي الروح القدس الذي بواسطته يسكن في القديسين ويعلن لهم أسراره، لا كأن الروح يمارس مجرد وظيفة خدمة، بل بالحري كمن هو فيه جوهريا ومنبثق منه بغير انفصال ولا انقسام، وهو يفسر ما هو خاص بذلك الذي هو كائن فيه والذي منه يصدر. وهذا ما يخصه أيضا هو نفسه، لأن الله له اتحاد بالخليقة فقط بواسطة ابنه في الروح، وهذا الروح هو أيضا خاصية الابن الوحيد لأنه واحد معه في الجوهر. وأنا عارف أن الكلمات دي شديدة وصعبة، والأسهل الواحد يتكلم على بعض سير القديسين وبعض التأملات الروحية، ولكن مهم جدا أن احنا من حين وآخر نركز على موضوع اللاهوت وموضوع العقيدة، ونفهم الإيمان المسلم مرة للقديسين. قديس باسيليوس الكبير له كتاب رائع جدا عن الروح القدس، كتاب كبير وعندنا بالإنجليزي والعربي. في الفصل 9 هقول جزء منه من كتاب الروح القدس للقديس باسيليوس، يقول: وأول كل شيء نسأل عنه عند سماع ألقاب الروح أنه ينبغي أن نسمو روحيا ونرتقي بالإيمان إلى الطبيعة الإلهية. وياخد كوتيشن من الكتاب المقدس يقول: فالروح يدعى روح الله في متى 12:28، ويدعى أيضا روح الحق الذي من عند الآب ينبثق في يوحنا 15:26 الآية اللي لسه ذكرناها، ويدعى الروح المستقيم في مزمور 51:10، ويدعى روح الرئاسة في مزمور 51:2، وأما اسمه الخاص ولقبه المعروف فهو الروح القدس، وهو اسم لا يدل بالمرة على أنه محسوس، بل روح محض بسيط. وعندما أراد الله أن يعلم المرأة السامرية
التي اعتقدت بأن الله محصور في مكان معين ينبغي العبادة له فيه، قال إن الله لا يحصره مكان، فالله روح زي ما قال المسيح في يوحنا 4:24، وده الإنجيل الثالث اللي قريناه في صلاة السجدة، آخر إنجيل سمعناه دلوقتي. الله روح والساجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ولذلك إذا سمعنا كلمة الروح فمن الخطأ أن نكون صورة عن طبيعته محدودة خاضعة للتغيير والظروف أو تشبه المخلوق، بل يحتم علينا كلمة الروح أن نسمو إلى ما هو أعلى، إلى طبيعة عاقلة غير محدودة القوة والعظمة لا تقاس بالزمان أو العصور. بل محسن يعطي من خيراته وكل الذين يحتاجون إلى التقديس يلتقون إليه، ويسعى إليه كل الذين يعيشون في الفضيلة، والكل كما لو كان يشرب من إلهامه وبه يتقدم نحو غاية حلقه. هو يكمل كل شيء، وهو لا ينقص شيئا حتى لا يحتاج إلى تجديد حياة، فهو ينبوع الحياة لا ينمو ولا يضاف إليه، بل هو دائما من الآن كائن في كل مكان ينبوع التقديس ونور لا يدركه إلا العقل، يعطي من لدنه الاستنارة لكل قوة عقلية تطلب الحق. خلي بالكم الكلام ده لما نيجي دلوقتي نصلي صلوات السجدة الثلاثة هنشوف التعبيرات دي الكنيسة خدتها وعاشتها في كل صلاة السجدة في كل سنة عشان تعيش فيها المؤمنين. والروح القدس بطبيعته غير مدرك، ولكن لا يمكن الاقتراب منه ومعرفته بصلاحه، يملأ كل الأشياء بقدرته، يعطى للمستحقين ولا يعطي بمكيال، بل يوزع هو قوته على قدر الإيمان زي ما قال بولس الرسول في رومية 12:16. جوهره بسيط، قوته متنوعة، حاضر كله في كل أحد لأنه حاضر في كل مكان، موزع على الكل دون أن يعاني التقسيم، يشارك فيه الكل دون أن يفنى، مثل أشعة الشمس تسقط على كل من يريد أن يتمتع بها، كما لو كانت أشعة الشمس لكل فرد على حدة، لكنها تضيء الأرض والبحر وتمتزج بالهواء. كل واحد فينا بيكون الشمس طلع يفتكر ربنا بعتها له هو لوحده، ويبقى مستدفئ بيها ومبسوط بيها، ولكن اللي جنبه شاعر بنفس الشعور، واللي بعديه شاعر في نفس الشعور، واللي في مصر شاعر، واللي في أمريكا، واللي في جنوب أفريقيا، وهي شمس واحدة وتعطي للكل، تضيء الأرض والبحر وتمتزج بالهواء. بالضبط يعني مع التشبيه دي إزاي أن كل واحد فينا يبقى فينا الروح القدس، وهو لا يتجزأ ولا ينقص ولا يحتاج أن يكمله، لأنه هو الذي يملأ الكل. ويكمل القديس بسيرس يقول كما أن الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما، هكذا والابن ليس له الانبثاق. وكما أن الابن ليس هو من الروح القدس، هكذا الروح ليس هو من الابن. كما أن الابن مولود من الأب وحده، هكذا الروح القدس منبثق من الأب وحده. قديس كيرلس الأورشليمي له كتاب رائع جدا عن الموعوظين وإزاي أنه هو يجي لهم في الإيمان، وكنا أشرنا عليه قبل كده، وموجود برضو بلغات كثيرة جدا، وفسر فيه قانون الإيمان تفسير رائع جدا. يعني أحسن مفسر فسر قانون الإيمان قديس كيرلس الأورشليمي. وفي الجزء بتاع نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، قال العبارات دي عن الروح القدس، يقول يوجد روح قدس واحد وحيد المعزي، كما يوجد لله الآب واحد وليس أب آخر، كما أن هناك ابن واحد وحيد كلمة الله الذي ليس له أخ، هكذا يوجد روح القدس واحد ليس هناك ثاني مساوي له في الكرامة. يقول الروح القدس قوة غاية القدرة الإلهية لا يستقصى، فهو حي عاقل مقدس كل ما خلقه الله خلال الابن. يقول إنه يدعى المعزي لأنه يعزينا ويشجعنا ويعين ضعفنا، ويأخذ الآية بتاعت رومية 8:18، إذ لسنا نعلم من نصلي لأجله كما ينبغي، لأن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها.
يقول الأب معطي كل النعم خلال الابن بالروح القدس. مواهب الأب ليست إلا مواهب الابن ومواهب الروح القدس، لأنه يوجد خلاص واحد، قوة واحدة، إيمان واحد، إله واحد الأب، ورب واحد ابنه الوحيد، والروح القدس واحد المعزي. وأحب أختم بأسماء الروح القدس زي ما قالها القديس كيرلس الأورشليمي، وذكر 14 اسم للروح القدس، وكل اسم مدعنه بآيات، وأنا هاخد آية واحدة لتدعيم كل اسم من أسماء الروح القدس. يقول أنه يدعى الروح، ويقول في يوحنا 16:13 لأنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة. نمرة 2، يدعى أيضا المعزي كقول الرب في يوحنا 16:7 لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. نمرة 3، وأنه يدعى روح الحق كما قال المسيح في يوحنا 14:26-27 فليعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق. نمرة 4، يدعى روح الله في يوحنا 8:14 لأن كثيرون ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ويدعى أيضا روح الرب كقول بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب في أعمال 5:9 لما كان بيتكلم مع حنانيا وسفيرة. ويدعى روح المسيح، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له الله. رومية 8:9. وهنا موجود بثلاث أسماء، يقول لك إيه؟ أما أنتم فلستم بالجسد فل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، وإن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس الله الله. يؤكد على موضوع لاهوت المسيح، ويؤكد أيضا على موضوع لاهوت الروح القدس. يدعى روح ابن الله كما هو مكتوب في غلطية 4:6 بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه. ويدعى أيضا روح المسيح كما هو مكتوب أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح فيهم. ويدعى أيضا روح يسوع المسيح بتلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح في رسالة فيليبي إصحاح 1:19. ويدعى روح القداسة كما هو مكتوب حسب روح القداسة في رومية 1:4. ويدعى روح التبني كما قال بولس الرسول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب في رومية 8:15. ويدعى روح الموعد كما قال بولس الرسول أيضا الذي فيه أيضا إذ أمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس في أفسس 1:13. ويدعى روح الإعلان كما هو مكتوب كي يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفته في أفسس 1:17. ويدعى روح النعمة كما قال بولس الرسول في عبرانيين 10:29 من ازدرى بروح النعمة. دي بعض أسماء الروح القدس اللي ذكرها القديس كيرلس الأورشليمي، وهناك أسماء أخرى موجودة في الكتاب المقدس. القديس كيرلس الأورشليمي يختم يقول لا يا ليت إله الكل ذاته الذي تكلم بالروح القدس خلال الأنبياء والذي أرسل على رسله في يوم البنتكوستي في هذا المكان هو نفسه يرسل عليكم في ذلك الوقت وبواسطته، وليحفظنا نحن جميعا لكي نتمتع بالبركات السماوية ويكون لنا ثمار الروح التي هي محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. غلاطية 5:22-23. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.